اليوم راح أتكلم عن طريقة تنظيف والمحافظة على القشرات السيراميك اللي هي ابتسامة هوليوود. طبعا أول شيء عندنا تنظيف بالفرشة، في عندك اليدوية، طبعا تستخدم الفرشة الناعمة أو تستخدم الفرشات الكهربائية. إذا أنت عندك حاط مؤقتات طبعا تستخدم الفرشة اليدوية على ما تشوف دكتورك وتحط القشرات الدائمة. كذلك طبعا في التنظيف ما بين القشرات عندك يا أن تستخدم الخيط اليدوي أو تستخدم الخيط المائي. انا افضل الخيط المائي، اسهل لك من الخيط العادي، لان الخيط العادي يحتاج الى مهاره، لازم تمر على ضرس. بالنسبه لغسيل الفم، قبل اتكلم عن غسيل الفم ونوعه راح اشرح شغله معينه. القشره عباره عن سيراميك ولاصق، لذلك في البعض يقول لك لما يركب قشرات عادي يشرب شاي وقهوه ما راح تتصبغ ضروسك، صح، لان السيراميك ما يمسك التصبغات، بس المشكله باللاصق اللي حوالين القشرات، فتلقى بعد فتره في صفرار حوالين القشرات، هذا بسبب اللاصق اللي ماسك لك القشرات. فشاي وقهوه تشرب بس لا تاخذ راحتك، او تشرب وراهم ماي تتمضمض بعد الشاي والقهوه او تقللهم. نرجع للمضمضه، بما ان في لاصق ففي توصيات تقول ان تستخدم الغسيل الفم اللي هو خالي من الكحول، وفي وايد ماركات بالسوق اللي هي لغسيل الفم اللي هي خاليه من الكحول. فبشكل عام طريقه التنظيف بالفرشه الصبح وبالليل، حاول تتمضمض بمضمضة خالية من الكحول بعد الغداء بعد العشاء، قبل لا تنام تستخدم الخيط أو الخيط المائي على الأقل مرة قبل لا تنام بالليل. بهالطريقة أنت وزعت التنظيف خلال اليوم، وهذا أفضل طريقة. بهالطريقة يخف عندك، تقدر تحافظ عليهم، تحافظ على القشرات، اللثة تصير لثة صحية، ويقل عندك مشكلة النزيف والالتهابات. المنتجات اللي ذكرتها كلها موجودة على تطبيق أسنانك، وشاكر لكم.